بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على كيس ستادي ازاي هنطبق البيم في الام اي بي في كهرو ميكانيكا، ودي كنت قلتها في مؤتمر بيم ايجيبت داي. ونشكر طبعا كل الناس اللي اشتغلت على تنظيم المؤتمر دوت، حاجه كويسه والحمد لله، يعني بشرة خير ان شاء الله تتعمل كل سنه. طيب الجزء الاول، ايه الفوائد اللي عدت علينا في المشروع دوت، المشروع اللي احنا بنناقشه دلوقتي في الجزء بتاع الام اي بي؟ يعني مش هنشوف المعماري ولا الانشاء، هنركز بس على الام اي بي في المشروع ده. يعني ممكن يكون في فوائد تانية في مشاريع اخرى ما نرجع بيها المشروع دوت في الام اي بي. ايه اللي احنا استفدنا منه؟ اول حاجة احنا بقى عندنا مجسم للتكييف، مجسم للبلامنج، مجسم للفاير بروتكشن، ومجسم او موديل للالكتريكال، وعملنا انرجي اناليسيز، وقدرنا نعمل انترفيس تشيك، قدرنا نشوف المشاكل اللي بينهم والكلاشات اللي بينهم وبينهم وبين الانشائي وبينهم وبين المعماري، فقدرنا نحصل على حاجه نقدر ننزل نطبقها في الموقع على طول، مش بعد ما ننزل نكتشف ان في ضغط خابط في بايب او خابط في كيبل تري، لا بقى المشاكل كلها محلوله. تمام. الحاجه برضو الكويسه الانتجريتد ديزاين، بقى في التكامل بين السيستم وكل حاجه، في تبادل للمعلومات. تمام. يعني في بقيه المشاريع اللي قبل كده كان المعماري بيكون عامل الموديل بتاعه او الشغل بتاعه، بس انا مش قادر افهم هو عامل ايه. يعني لما بنكون مثلا شغالين كاد او عامله ماكس، ما بقاش متخيل دي معموله ازاي. ممكن يكون هو في دماغه حاجه وانا مش متخيلها، بقدر افهمها على اخر مشروع. لا دلوقتي في اي وقت ممكن اخد سيكشن، ممكن اشوف حاجه 3 دي فافهم هو عايز ايه، ويبقى في تبادل للمعلومات. الديزاين كواليتي بقى افضل في المشروع دوت، بدانا نشوف اكتر من تصميم وبدانا نختار بينهم وبدانا نشوف ايه المشاكل اللي موجوده. ممكن يكون في تصميم هيبقى في مشكله من ناحيه اخرى وانا مش واخد بالي، فهو بدانا نفهم وبدانا نستوعب التصميم وبدانا نستوعب المشروع بطريقه افضل. والانتاجيه زادت، بدانا نعمل حاجات كتيره جدا زي موضوع السي اف دي مثلا عملناه، في الاناليسيس لللايت، يعني في حاجات كتيره جدا استفدنا منها. في اي وقت بقدر اخد سيكشن مثلا في منطقه معينه واشوف اذا كان الشغل بتاعي هينفع ولا هيبقى فيه مشاكل، مفيش مساحه مثلا. التعاون بقى افضل بكتير. تمام. يعني في مشاريع قبل كده كنا عملناها او يعني كانت موجوده، كان مثلا المعماري بيعملها بيم والانشاء بيعملها بيم والكهروميكانيكا ما بيعملهاش بيم، فما كانش في استفاده كامله للموضوع. فالمشروع دوت كان في استفاده كامله، ومشاريع قبل كده يعني كان في استفاده كامله لما التلاته اتكاملوا مع بعض وكل واحد عمل موديل وتبادل المعلومات. انما ان حد يعمل الموديل وبعد كده يبعته للتاني كاد والتاني يشتغل عليه كاد، امر مش منطقي. بيبقى احنا دخلنا في حاجه اسمها ليتل بيم، يعني بيم محدود. انما البيج بيم او البيم ذو القدرات الفائقه، ان كلنا شغالين بيم وكلنا تبادل المعلومات مع بعض. من الفوائد برضو ان احنا عملنا الاسكادولات كلها من قلب الموديل، فطلعت المعلومات دقيقه. الاسكادول كان معمول في التمبليت من الاول، فكان الاسكادول فاضي، فمجرد ان هو بيبدا يحط تبدا تحط المكنه بتاعتك تلاقي ظهر عندك فيه الاسكادول بتاع المكن، تبدا ترسم ضغط يظهر عندك اوتوماتيك، تبدا ترسم البايب يظهر معاك اوتوماتيك. فالموضوع بقى سهل جدا وبسيط، وبقى ما خدش وقت. يعني كان بقى في وقت زمان للرسم ووقت للحصر، لا الحصر ما بقاش له وقت خالص. برضو عملنا 3 دي كلاش اناليسيس، بدانا نشوف الكلاشات وبدانا نحلها. استعنا في الاول بالريفت وبعد كده النفس وركس، بدانا نعمل لوكس روف قلب المشروع بحيث نبدا نشوف بعينينا اذا كان في مشكله ولا لا. يعني ممكن وانت ماشي تلاقي بايب طايره كده في الهواء، فتعرف ان في هنا مشكله تبدا تحلها، تلاقي كيبل تري مثلا نازل تحت السيلينج. فالمشكله دي كلها بقينا نحلها اثناء التصميم. الفور دي ان انا بشوف الحاجه وهي بتتبني، ودي ليها فوائد كتير جدا لا حصر لها، منها ان انا اعرف ايه المهمه اللي قبل ايه. يعني ممكن مثلا عايز ادخل مكنه في جوه غرفه، فابني الحيطه وابني الباب، وبعد كده ادخل المكنه الاقي المكنه اكبر من الباب، فاضطر ان انا اكسر. لا بعرف ايه اللي هيبقى قبل ايه. وانا برضو لما بعمل الفور دي ببدا اشوف وافهم
الجدول الزمني، يعني الجدول الزمني سواء معمول بالبوانفيرا او الام اس بروجكت بيبقى نصوص وارقام، فممكن الواحد ما يكونش مستوعبها. تمام. لا دلوقتي بقى الموضوع سهل الاستيعاب. برضو من الفوائد موضوع التكلفة، ان احنا قبل ما نبدأ المشروع عارفين التكلفة تبقى قد ايه بالظبط. التكلفة بمعنى مش مجرد الباب هيكلف كام، لا الباب هيكلف كام والصناعية بتاعته هتكلف كام والتركيب بتاعه هيكلف كام. الحاجات دي كلها كنا عارفينها والحمد لله قدرنا ناخد المشروع بسبب ان احنا في تقدير جيد للتكلفة. لو قلنا مبلغ قليل فخاطرنا ان احنا ما يبقاش في مكسب من المشروع، ولا قلنا مبلغ كبير فطار مننا المشروع لا وراح حد تاني، لا كنا عارفين المشروع ده هيكلف كام، ودي من ضمن مزايا ان تشتغل بالبن. برضو اللايت اناليسيز، عملنا تحليل للاناره في المشروع دوت، الاير فلو اناليسيز والسي اف دي. كانت كنا هو بيتعمل على برنامج تاني بس كنت بياخد وقت ان انا اقعد اعمل الموديل ده على الاناليسيز. لا دلوقتي بقى خلاص بقيت اعمل الموديل على اي برامج من برامج البيم. احنا اخترنا ريفت لاسباب معينه خاصه، وبعد كده نروح مصدرينه للاناليسيز او سي اف دي او اي برامج من برامج التحليل. كان من زمان انت مش قادر تعرف حجم المكنه قد ايه بالظبط، فعندك بلوكه جاهزه بتحطها، او انت بتروح مفترض حجم اكبر. تمام. او ممكن تفترض حجم صغير وفي الاخر تكتشف ان المكان مش هيقضي، فبقينا بنحمل الفاميلي مباشرة من الشركة نفسها، فبتيجي بالحجم بتاعها فعلا اللي هتنفذ في الموقع، فده سهل علينا كتير جدا. برضو من الحاجات التانية اللي فادتنا في المشروع دوت موضوع المسافة بين السيلينج والسقف او المسافات عموما. في الاول ما كنتش واثق محتاج قد ايه، فقول انا محتاج متر، طب خليها متر ونص احتياطي بدل ما اتزنق في تركيبات وحاجات زي كده. لا دلوقتي بقينا نركب فعلا في قلب الموديل ونكتشف المسافه قد ايه بالظبط. تمام. وما نطلبش من المعماري غير المسافه بس اللي احنا محتاجينها. تمام. موضوع الفابريكيشن، المفروض الفابريكيشن ده في الشوب دروينج وفي التنفيذ، بس احنا احتاجناه واستعنا بيه لان هو في بعض الحاجات كنا محتاجينها زي الصابوي، زي يعني في بعض المكونات ما كانتش موجوده في البرنامج قدرنا ناخدها من الفابريكيشن. لو فتحت سيستم هتلاقي فابريكيشن بارت هتظهر لك تبدا تحمل الحاجات اللي انت عايزها، فاحنا فعلا في المشروع احتاجنا بعض المكونات خدناها منه. من الحاجات الكويسه برضو ان هو بيقلل الهلك، يعني في حاجات كتير كانت بتركب وبعد كده تتهد والحاجات دي كلها. لا دلوقتي خلاص بقينا معانا تصميم كويس ومتاكدين ان مفيش كراشات بينه وبين الانشائي، مفيش كراشات بينه وبين بعض، فبيركب في المشروع بيقلل الهالك. وبعدين جاست ان تايم، ما بناخدش وقت وما بنضيعش وقت في الحاجات ديت، فبنوفر وقت وبنوفر فلوس. ومن اهم المزايا هي لسه ما حققش بس احنا مخططين لها من البدايه خالص، ان المالك ياخد الموديل ده ويشتغل بيه لتشغيل المبنى، تشغيل المبنى والاوبريشن، وان هو يعمل سكيورتي، ان هو يعمل يبقى متحكم في كل حاجه في المبنى اثناء التشغيل. تمام. لو احنا قلنا ان احنا في مرحله الديزاين وفرنا دولار، ففي مرحله البام او البيلدنج اسمبلي وفرنا 20 دولار، ففي مرحله تشغيل بيلدنج اوبريشن هنوفر 60 دولار. فالفائدة الكبيرة لأن فترة أطول طبعا تشغيل المبنى أطول من فترة التصميم أو أطول من فترة البناء، بتقدر تتحكم أكتر وتقدر توفر كتير أثناء التشغيل. طيب ندخل بقى في المشروع ونبدأ نشوفه. ده المشروع اهوت، ده معمول في منطقة اسمها اللوسيل. منطقة اللوسيل دي من 4 5 سنين كانت صحراء، مكانش فيها أي مباني خالص غير يمكن كام كشك كده صغيرين، حاجة بسيطة خالص. تمام. فدلوقتي ده المشروع ده هيبقى موجود هناك، ده وفي مشاريع كتيرة جدا جدا في المنطقة، خلاص بقت منطقة حيوية. ده عبارة عن 3 بيزمنت، كل واحد فيهم 21,900 متر مربع، الجراوند بمساحة 7200، وعندنا زي ما انت شايف برجين اهمت. البرجين دول 21 دور و34 دور، وعندنا اللي هتلاقي الميكانيكال فلور وده التيبيكال فلور. تعال نبص، ده الفنتليشن، ده الموديل بتاع الفنتليشن، ده الموديل بتاع التكييف، ده موديل الكهرباء، ده موديل فاير فايتنج، ده موديل الدرينج،
تمام. كل الموديل من دول قدرنا ناخد منه اسكادولات، الاسكادولات معموله من قبل كده فما خدتش وقت اثناء الشغل. الدروينج قدرنا نطلع بيانات سكاشن اليفيشن ديتيل 3 دي فيو، في بعض الحاجات احنا بعتناها فعلا للمالك او للمقاول 3 دي فيو اناليسيس، عملنا اير فلو، عملنا الشادو، عملنا الكلاش، السبسيفيكيشن، كل الحاجات دي قدرنا نطلعها من الموديل وكلهم معلومات مطابقه، ما فيش هنا معلومه مختلفه عن هنا. طيب عشان نعمل الموضوع ده كان لازم يبقى في نظام الاول، لان في ناس كتير بدات البيم وفي الاخر بتلاقي في مشكله الموضوع مش ماشي. فاحنا اهتمينا قلنا اهم العناصر الموجوده ونبدا نهتم بيها، البروسيسز، الانفورميشن، الاستراتيجي، الانفراستراكشر، اليوسز، البيرسونال. الاستراتيجيه لازم يكون عندنا استراتيجيه هنشتغل ازاي، البيم يوسز ايه اللي انت عايزه من البيم دوت، هل انت عايز حصر، عايز 4D 5D، البروسيسز ايه العمليات اللي هتبدا، مين اللي هيبدا قبل ايه، مين اللي هيحط اللايتنج، مين اللي هيحط كذا، بنبدا نحدد كل حاجه هتتعمل ازاي. يعني على سبيل المثال مثلا مين اللي هيحط الحاجات اللي تحط على السيلينج زي اللايتنج، زي السبرينكلر، زي الاير تيرمينال، ممكن المعمار يحطهم ويتأكد ان مفيش بينهم كلاشات وان هم متوزعين زي ما هو عايز كديكور كانتينر ديزاين، وبعد كده انا اسحبهم عندي في الموديل بتاعي او انا احطهم عندي وهو يسحبهم وبعد كده يقول له نزيح. فبنتفق على الاستراتيجية المثلى وممكن تختلف من مشروع لمشروع. المعلومات ايه المعلومات اللي احنا هندخلها في المشروع دوت، الانفراستراكشر، الهاردوير، السوفت وير، النتورك، واهم حاجة الاشخاص اللي هيشتغلوا. وعشان كده ادينا كورس في الداينامو، بدأنا نرفع مستوى الناس. يعني في المشاريع اللي قبل كده اديناهم كورس ريفيت، في المشاريع اللي بعد كده اديناهم حاجة تانية نفس وركس، بعد كده في المشروع دوت اهتمينا بان هم يبقوا عارفين داينامو عشان نوفر الوقت في الشغل. فمن الحاجات المهمة جدا ان انت تبقى عارف انت شغال في اي مستوى. في مستوى اسمه ليفل زيرو، ده اللي هو الناس بترسم خطوط واقواس وحاجات زي كده بس مفيش كود ومفيش سيستم، ده ممكن يكون شغال على كاد او بيبر. في مرحلة ليفل 1 ممكن تكون انت شغال في كود موجود وانت شغال 2D و3D بس ما بتتبادلوش المعلومات مع بعض. يعني ما بتتبادلوش المعلومات مع بعض، يعني بتعمل موديل معماري وبعد كده تصدره الكاد او بي دي اف او اي حاجه تانية وتبعته للانشائي او للكهروميكانيكال، فده مش موديل كامل. الموديل كامل في ليفل 2 اللي هو بيبقى انت عندك كذا موديل وتتبادل مع بعض او انتوا كلكم شغالين على موديل واحد. في حاجه تانية بيم ليفل 3 لسه ما حدش وصل لها، ان كل الشغل يكون موجود على نفس الملف، يكون ال 4D وال 5D والاناليسيز والسيموليشن وكل الحاجات دي على نفس الموديل، ده لسه ما حدش وصل. طيب في المشروع دوت عملنا موديل معماري وعملنا موديل انشائي. للامانه الاركتكشر ما كانش موديل واحد، كان يمكن 20 ملف ريفيت وربطناهم ببعض. الاستراكشر اتقسم لثلاث اقسام حسب يعني مثلا البرج دوت كان فيه حاجات في الانشائي داخله في الادوار اللي تحت، خلاص ده مدام متكاملين مع بعض خليهم في موديل واحد. وبعد كده الام اي بي قسمناهم، خلينا واحد للووتر، واحد للدرين، واحد للاتشفاك، قسمناه قسمين، قسمنا فنتليشن واي سي لوحده والفاير لوحده والكهرباء. اتناقشنا فيها كتير وبعد كده خلينا الكهرباء كله في موديل واحد. طيب اول حاجه لازم نبدا بيها المشروع، اول حاجه بدانا بيها المشروع فعلا، ده كلام حقيقي مش نظري، ان احنا قعدنا مع المالك وشفنا هو عايز ايه، الاي اي ار امبلويرز انفورميشن ريكويرمنت. بعد ما شفنا هو عايز ايه بدانا نشوف هننظم شغل ازاي. عملنا اربع فولدرات، ورك اون بروجريس ده فولدر انا بشتغل عليه بس بقيه الاقسام ما تقدرش تشوفه، المعماري والانشائي مش شايفه. الشيرت لما بخلص شغل وافحصه بروح حاطه هنا، تقريبا الموضوع ده بيتم مره كل اسبوع، ولو المشروع فترته صغيره بنخليها مرتين كل اسبوع. طيب الشيرد هنا شايفين بعض وشغالين مع بعض، خلاص الموديل اللي عملناه كويس نقدر نبعته للملك، اه خلاص حطه في البابليش عشان تقدر تبعته سواء للسبلاير او للملك. وكل فتره بنبدا نعمل اركايف، بنبدا ناخد نسخه على جنب كده تمام. فده اللي احنا قلنا ان انا شغال هنا في الموديل دوت بس من المعماري والانشائي مش شايفيني، لما بخلص بحطه في الشيرت بحيث ان هما الثلاثه يبقوا شايفيني.
طيب اللي حصل ان المعماري خلص الموديل وبعتهولي، فانا ما منفعش اقول للناس اشتغل عليه على طول، لا لازم بفحصه قبل ما ادهنه، بعمل فحص لكل العناصر، لانه ممكن يكون هو مثلا معرف في الحيطه دي انها مثلا فلور مثلا على سبيل المثال، فتلاقي الناس قاعده على الحيطه، فانت بتبدا تفحص الليفل والجريد والسيلينج، او غالبا المعماري بيعمل السيلينج اللي هو الافقي وما بيعملش الرأسي، فما تقدرش تحط الشغل بتاعك، بفحص الموضوع ده واتاكد منها. دي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيحاول يتاكد منها على طول. البلونج فيكتشر غالبا هو بيحط بلونج فيكتشر ما فيهاش كونكتور، فانا بركب الكونكتور او اقول له يركب الكونكتور او اقول له لازم تركب الكونكتور. وبرده من ضمن الحاجات اللي حصلت ان هو بيعمل ميرور، فما بياخدش باله ان لما بيعمل ميرور اليمين بيبقى شمال والشمال بيبقى يمين، يعني تيجي تفتح الحنفيه ساعه تلاقي ميه سخنه نازله لك في قلب الريفت، تمام. فاحنا نبينا عليه الموضوع دوت ان هو ممكن ناخدها روتيت ما ياخدهاش ميرور. انا زي ما بقول لك دي حاجات عملي احنا تورطنا فيها، تمام. فبدانا نشوف كل عمليه من العمليات ايه اللي احنا نهتم بيه. ما ينفعش اكون انا في الكونسبت ديزاين واروح ابدا اظبط الموديل واحط التفاصيل والحاجات دي كلها، لا. في الكونسبت ديزاين انا مركز على ان انا افهم الملك عايز ايه، ان انا اعمل بيم اكسكيوشن بلان، ان انا اعمل الكونسبت، ان انا اجهز التمبليت بتاعي. يعني ما بعملش موديل خالص 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 في المرحله ديت الا لو انا محتاج حاجه معينه، طلب مني حاجه معينه، بس هو في الغالب بيكون بس ايه اعدادات. بحاول اشرح الفكره. الاسكيماتيك ديزاين ببدا اعمل اسكيماتيك دروينج، ببدا اعمل نموذج مبدئي بناء على المعماري. ما ينفعش الناس بقى المعماري يكون هو لسه بيفكر في حاجه وانا دخلت في تفاصيل التفاصيل، مش داخلين سبق. يعني في راجل بوليس بيجري وحرامي سبقه، لا. احنا المفروض ان في هدف قدامنا. الديتيل ديزاين ببدا ادخل شويه تفاصيل اكتر، ببدا ادخل ديتيلز، ببدا اعمل الكلاش ديتكشن. مرحله الكونستراكشن ببقى مركز على موضوع الار اف اي ومركز على الشوب دروينج. مرحله الاسبلت خلاص بنخلص بنستخدم ليزر سكان ان انا اعمل موديل واقارن بينه وبين شغل شوب دروينج. وبعد كده في فاسيلتي مانجمنت ببدا ان انا اشتغل على الاسبلت وابدا اعمل ادير المشروع. لازم اهم حاجه عندي ان انا اكون معرف ايه الحاجات الاساسيه، الاهداف اللي انا عايزها من المشروع. كل مرحله من المراحل بيبقى ليها اهداف معينه، فببقى مركز ايه الاهداف اللي انا عايزها، تمام. يعني في مرحله البيان بيبقى عندي اهداف معينه زي كوست استيميتنج، عايز اعرف التكلفه تبقى قد ايه، عايز اعرف السايت اناليسيس. الديزاين بيبقى انا عندي مركز على موضوع الانرجي اناليسيس، مركز على الليد. في الكونستراكشن بننفذ، فبركز على الفابريكيشن. الاوبريت بركز على الاسيت مانجمنت. المهم ان انا وانا ببدا هنا اكون عيني على الاخر خالص، ابقى عارف ايه اللي انا عايز اوصل له، تمام. مش هاجي اوصل هنا وبعد كده اقول لا ده انا محتاج ملف الكوبي فابدا اعيد الشغل تاني. دي بعض الصور من بعض الاكواد للاستخدامات. ببدا احدد ايه اللي هيبقى قبل ايه، مين اللي هيسلم لمين، مين اللي هيعمل ايه، الفور دي عشان يتعمل مين اللي هيسلم لي الحاجات ديت، تمام. فببدا احدد الاهداف واحدد الخطوات، اقول مثلا ده هيعمل موديل هنا وهيسلمه لفلان وفلان. فالخطوات دي عملنا كذا واحده من دول بحيث ان احنا نحدد الخطوات بتاعتنا في التنفيذ هتبقى عامله ازاي. وبعد كده ببدا اطور المعلومات بتاعتي، كل المعلومات اللي انا محتاجها ببدا اكتبها. وبعد كده بقول مثلا اذا كان عندي في مشكله في الهاردوير او السوفت وير ببدا اعمل ورقه بحيث ان انا اقول انا محتاج ايه عشان ابدا اشغل بطريقه افضل. طيب دي ورقه كويسه جدا لو انت عايز تعرف المالك عايز ايه، فبتقول له انا ممكن اطلع كل الحاجات دي من البيم، هل انت محتاجهم ولا مش مركز؟ يعني هو ممكن يكون اصلا مش فارق معاه التكلفه فيقول لك لا الغي لي الحاجات ديت انا مش عايز الموضوع ده. مش فارق معاه مثلا الوقت، او هو تركيزه كله على الوقت، او هو تركيزه كله على موضوع السستينابيلتي، تمام. فانا بقول له لو انت عايز السستينابيلتي مثلا يبقى انت في حاجات بالنسبه لك اساسيه ما تقدرش تشيلها، تمام. فهنبدا نشوف الحاجات ديت مثلا البيلدنج سيستم اناليسيز، الكوست استيميتنج اند مانجمنت، الديزاين، الانرجي اناليسيز، الدروج جنريشن. بنبدا نشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي هو لازم يعملها عشان يطبق. ممكن يكون هو مش مهتم بالسستينابيلتي، مهتم بالديزاين مانجمنت، فاشوف ايه الحاجات المهمه بالنسبه له. فالبرد كويسه بحيث نبقى فاهمين ايه اللي مطلوب بالظبط، لان لو اعلم على كله هتكلفه زياده، انما لو هو اختار وشاف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها والحاجات اللي مش مهتم بيها ده هيكون افضل، تمام. طيب بعد ما عرفنا الاي اي ار، في حاجه اسمها البيم اكسكيوشن بلان، ده العقد اللي بيننا وبين
المالك او يعني الاتفاق اللي بيننا وبينه. العادي بيبقى هنا، ففي بيم اكسكيوشن بلان بتبقى قبل وفي بيم اكسكيوشن بتبقى بعد. بنبدا نكتب فيها كل ماضي الميل مسؤول عنه، لو حصل مشكله ايه اللي يحصل، انا هسلمك الموديل عباره عن ايه، يعني هسلمك اوتوكات ولا بي تي اف ولا ايه، ايه الحاجات المطلوبه الاساسيه، ايه الحاجات الاي اي ار المطلوبه. بعد ما بنتفق وخلاص مضينا العقد، بنتفق على ماستر انفورميشن ديليفري بلان، يعني مراحل تسليم. يعني هقول لك مثلا بعد شهرين هسلمك كذا، بعد 3 شهور سلامك كذا. كل ما توافقنا على كل ما ابعت لك حاجه وتدي لي ابروفال، ندخل على المرحله اللي بعديها. طب انا بعت لك حاجه وما وافقتش عليها، اعمل تعديلات وبعد كده نخش في المرحله اللي بعد كده. طيب البيم اكسكيوشن بلان اهم حاجه بالنسبه لنا ان هي تكون واضحه، ما يبقاش فيها رغي كتير، لان الرغي كتير ممكن يخليني ما اقراهوش. لما تديني واحد بيم اكسكيوشن بلان 500 صفحه مش اقراهم، تمام؟ لما اكون حطيت لي بقى التفاصيل والليارات وي وي مش هقراهم. انما المفروض ان انت مثلا لو في حاجه مثلا زي ال ال او دي، تقول مثلا ال ال او دي المرجع بتاعنا كتب كذا، خلاص خلصت في نص سطر، ما تقعدش ترغي وتكتب حاجات كتير قوي. فانا اتفق مثلا هسلمك كاد ولا بي دي اف ولا ار في تي ولا ان دبليو اس ولا دي دبليو اف. ده هنا مثلا مرحله البري ديزاين هيبقى ال او دي 100 درجه تفاصيل. بعد كده السكيماتيك هنبدا نخش في درجه تفاصيل اكتر، الديزاين ديفلوبمنت درجه تفاصيل اكتر، كونستراكشن دوكيومنتس هنخش ال او دي 350، الكونستراكشن ال او دي 400، الاسبلت هيبقى ال او دي 500. طيب بعد ما بنعمل اي اي ار، دي اهم النقط اللي موجوده في الاي اي ار، ليفل اوف ديفينيشن، تريننج ريكوايرمنت، لو هو محتاج تدريب، لو هو محتاج اجهزه معينه، لو هو محتاج ناس معينين. بعد كده بنعمل بيم اكسكيوشن بلان البري كونتراكت، يعني قبل ما بنبدا العقد بيبقى فيها بعض المعلومات. لو ما ضينا العقد بندخل في تفاصيل اكتر ويبقى بوست كونتراكت. طيب لما المشروع جه كنا احنا جاهزين بالتمبليت بتاعه موجود معانا، تمام؟ فحطيناه على طول فبدانا نشتغل بيه، حطينا المشروع دوت في المكان بتاعه فاضي خالص، وبعد كده كتبنا المعلومات، وبعد كده عملنا لينك مع المعماري والانشائي، وبعد كده اتاكدنا من ان هو نزل في النقطه تحت مظبوطه، وحملنا الفهم اللي احنا محتاجينها للمشروع دوت. يعني هو اصلا وانا في مرحله ان انا بعمل الفكره وكده مجهز انا شويه فاملي، عرفت ان ايه الفاملي اللي انا، يعني المشروع ده هيبقى ايه اللايتنج اللي هيبقى موجود فيه، المشروع ده تكييف مركزي ولا اسبلت. بنبدا نحط الفاملي دي تبقى على جنب ونبدا نحطها. بعد كده بعمل كوبي مونيتور للحاجات اللي انا محتاجها زي الليفل زي البلانج فيكتشر، وبعد كده بنبدا نظبط الفيوهات والشتات، وبعد كده نبدا نعمل ورك شيرنج عشان نشوف فريق العمل اللي هيشتغل، وبعد كده بنعمل موديلنج. وطول ما احنا شغالين بنعمل فحص للموديل بتاعي سواء المعماري والانشائي والكهرباء ميكانيكال، بنعمل فحص في فحص اسبوعي كده قبل ما انا اعمل بابلش، بتاكد من كل حاجه سليمه، بتاكد ان مفيش فاميلي موجوده وما استخدمناهاش، مفيش حاجه خبطه في حاجه، مفيش اسكادول محطوط غلط، مفيش حد عمل حاجه وملهاش لازمه. بنبدا نفحص كل الحاجات دي متاكد منها، ومن الدروس المستفادة بقى من المشروع دوت، ده الجزء التالت. الحاجات اللي احنا استفدنا منها ان انت قبل ما تبدأ اي حاجة لازم تعمل تقييم، تمام؟ واحنا سألنا بتقييم بتاع دكتور بلال سكر وعربناه في مجلة بماربيا، ان انت بتعمل تقييم لكل حاجة في المؤسسة، بتعمل تقييم للأشخاص، للأجهزة، للسوفت وير، للمعرفة، للنتورك، لكل حاجة. وبعد كده بتحدد انت موجود في انهي مستوى، ايه الحاجه، كل واحده فيهم بتبقى مستويات، فبتشوف ايه المستوى اللي انت فيه واللي انت محتاجه عشان تطلع لمستوى اكتر. فمثلا الاجهزه، ممكن يكون انت اللي عندك الاجهزه مشكلتها انها من اكتر من مكان، يعني ده مثلا ابل وده مثلا ويندوز وده يعني ده مثلا ده لينوفو مثلا وحاجه تانية مثلا اتش بي، فما فيش تواصل كويس بينهم، بتلاقي الكفاءه قلت ليهم كلهم. انما لو كلهم نفس الحاجه بتبقى افضل. ممكن يكون انت عندك الاجهزه كلها كويسه بس المشكله ان ده ويندوز 7 وده ويندوز 10 وده ويندوز 8، الكفاءه بتقل. ممكن يكون عندك المشكله في النتورك، الشبكه نفسها، الكابلات نفسها فيها مشكله، فتبدا تشوف ايه المشكله بحيث ان الجهاز بتاعك يبقى شغال كويس بكامل طاقته. فاحنا بدأنا عشان نشوف موضوع السوفت وير والهارد وير والدوكمنت مانجمنت سيستم، طريقة حفظ الملفات.
سوفت وير مثلا، بدل نقسمهم البرامج اللي هي بتعمل الموديل، والبرامج اللي بتراجع، والبرامج اللي بتعمل كوردينيشن، والبرامج اللي بتعمل اناليسيس، قسمناهم بدل نشوف انهي برنامج اللي هنستخدمه. فاحنا هنا مثلا اخترنا الريفت لان هو معماري واشياء وكهروميكانيكال مع بعض، تمام، ولان هو بيعمل شويه امكانيات كويسه زي 3 دي موديلنج، زي سولار ستادي، زي الوك ثرو، زي شوب دروينج، زي السكادوال، الكوست استيميشن. فعشان كده اخترناه. وبعد كده في الاوتوديسك نفس وركس عمل لنفسنا، او الابحار او الاعمال الكبرى استغلنا ان احنا عملنا 4D، وعملنا الكلاش ديتكشن، عملنا برضو الحصر، الريندر، الانتراكتيف موديل، الانيميشن، اليوكوتكت عشان نعمل تحليل لظروف البيئة في المكان، بيلدينج فورماس سيميليشن، جرين بيلدينج ستوديو، واستخدمنا انسايت 360، واستخدمنا الفزاري، برنامج قوي جدا. برضو اللي ساعدنا في تطبيق البيم ان كان في اتفاق بيننا وبين الاداره ان احنا نستخدم مشروع، يعني مش دوت في قبل كده، يعني ان احنا نشتغل على مشروع صغير جزء من التيم مش التيم كله، لما بيخلصوا المشروع من ايه لزد، يعني قدروا يخرجوا منه البي دي اف ويخرجوا منه الدبليو جي ويسلموه، يقدروا بعد كده يخشوا على مشروع اكبر ويقدر الناس تانية تدخل معاهم، ومكافأة للناس اللي شغالة كويس طبعا ما حصلش، ويكون في اهداف واقعية. يعني مش هنقول ان احنا من اول مشروع هنعمل كل حاجة بنحلم بيها، يعني اول مشروع كان هدفنا ان احنا نعمل موديل، ما كانش هدفنا ان احنا نعمل التحليل للسي في دي او تحليل اللايتنج والحاجات ديت. محتاج اللي يكون معاك واحد كويس في البيم، يعني بعد ما خلصت المؤتمر كذا واحد يقول لي حاولنا نطبق ومعملناش. طب تعالى نسأل نفسنا، هل كان معاكوا حد خبير في البيم؟ معنى ايه خبير في البيم؟ بمعنى لو جتنا مشكله نقدر نحلها. يعني احنا واحنا شغالين قبل كده كانت لما تواجهنا مشكله بسيطه ممكن نقعد نخش على النت وندور، وممكن ناخد فيها كذا يوم، انما لما عدينا المشكله دي خلاص اول ما تحصل مشكله بنحلها في ثواني، تمام. وبقى عندنا مكتبه فاميلي، وبقينا عارفين مثلا حاجه مثلا جيت توصل حاجه بحاجه تانية ما توصلتش، يبقى دي سببها كذا، حاجه اختفت. يعني ممكن مثلا وانت شغال بتبص على الحاجه اللي اختفت، تقعد مثلا اسبوع تلف على نفسك، انما خلاص لو بعد كده هتعرف سبب الاختفاء والظهور والحاجات دي. برضو البيم اكسكيوشن بلان ما تحطش التفاصيل كلها فيه، لان لو حطيت التفاصيل ما حدش يقراها، فانت ما تقعدش تخش في تفاصيل دي هتتبع ازاي، والخطوط والسمكه بتاعت الخطوط دي، يعني لا، لازم يكون في قدر معين من المعلومات بتتحط فيه. زي مثلا فاميلي نيمنج، ما تقعدش تاخد مثلا 50 صفحة في ان احنا هنسمي الفاميلي ازاي، لا، قول مثلا احنا هنسمي تبع الكود اللي هو بي اس 8541 وخلاص، نرجع للكود ده على طول. البيم عشان يتطبق محتاجين ان يبقى فيه تعاون. من اكبر مشاكل يعني السيئه اللي احنا بنسمعها كتير، انا زميلي من الشغل بيلغي لي شغل او بيعمل حاجه زي كده، ولما كلمنا اوتوديسك ما صدقوش، يا اخوانا انتوا شغالين نفس التيم ازاي في حاجات حد بيلغي حاجه لحد؟ لا، لازم يكون في تعاون بينا وبين بعض، ولازم يكون كلنا فريق وكلنا بنشتغل ان احنا نطلع شغل كويس، تمام. يعني احنا في قلب الشركه لازم نتعاون مع بعض، لان الاساس ان احنا نتعاون مع الشركات اللي حوالينا، فلو احنا ما تعاونش مع بعض كويس يبقى الشركات اللي حوالينا هتدعي علينا، تمام. بنظبط الكوردينيشن بين كل الموديل، احنا عملنا كذا موديل فلازم كلهم يكونوا متطابقين مع بعض. يعني تخيل مثلا جسم انسان مثلا في العمود الفقري بس، وجسم انسان تاني في الجلد، وفي جسم انسان تاني في الوظائف الداخليه، الكلى والحاجات دي كلها، جيت تركبهم على بعض حطيت دي يمين ودي شمال، مش متطابقين مع بعض، هما لازم كلهم يتطبقوا مع بعض ويكونوا ايه شكل الانسان. الكلاش ديتكشن ده لازم بنتفق عليه مثلا كل يومين او ثلاثه، ما نستناش لاخر مشروع، وبنتفق ايه العناصر اللي هنفحصها، وبنبدا جهز زي تمبليت للفحص، وبنعتمد على سوفت وير معين. تسميه العناصر ما ينفعش يبقى في كذا عنصر ليهم نفس الاي دي، لان ده هيعمل لها مشاكل في الحصر ويعمل لها مشاكل كتيره في الكلاش.
زي ما قلنا لازم تكون الأجهزة كلها متوافقة مع بعض، لأن لو الأجهزة مش متوافقة مع بعض أو السوفت وير مش متوافق مع بعض أو الأشخاص مش متوافقين مع بعض، فاحنا هنضيع وقت كتير قوي جنب مكنة القهوة على ما نعمل الشغل بتاعنا. تديله أمر وتقعد شوية، لأ لازم تكون كله حاجة واحدة. خطط للينكات بتاعتك. تمام، يعني هنا هو المشروع، بدأنا اللينكات موجودة مظبطينها، وده الدور الأول، ده الدور التاني، ده كذا ده كذا، وبدأنا نشوف مثلا هنسحب ايه. يعني ممكن انا اسحب المعماري والمعماري يسحب الانشائي، ولا اسحب المعمار لوحده واسحب الانشائي لوحده. الحاجات دي كلها يعني قعدنا المكتب ايهاف قعدنا نخطط ليها من زمان، بحيث دي تنفع دي ما تنفعش، دي مين دي شمال، اتفقنا عليها وبدأنا نشتغل عليها. تمام، لو انت مش مخطط للشغل بتاعك هتضيع وقت كتير قوي. يعني برضو بعد ما خلصنا المؤتمر في واحد قال احنا كان عندنا مشكلة، وهي بعد ما عملنا الموديل اكتشفنا ان هو تقيل فبدانا نرسله. لا، احنا انفصلنا الشغل قبل ما نبدا، قعدنا مع بعض واتفقنا مثلا المعماري، طب الكسوه الخارجيه بتاعت المعماري تقيله، تقيله خلاص خليها في ملف لوحدي. طب المعماري هتقسمه ازاي؟ هقسم كذا كذا كذا. الكهرباء قال انا واثق ان انا شغلي مش هيتعدى كتير، مش هيبقى تقيل، فهبقى كله موديل واحد. بدانا نتفق مع بعض على نظام الشغل قبل ما نبدا شغل. في قاعدة مهمة قوي، ان الحاجات التفاصيل ما تقدرش تشغل نفسك بيها. بمعنى ايه؟ مثلا عندك سبرينكلر مثلا، في تفاصيل كتيرة قوي، وانت لا اختار سبرينكلر بسيط، لان انت لما تتبع مش هيبان تفاصيل. يعني انت مثلا حطيت مخرج هواء، جميل جدا، في واحد بقى يعني يحط شوية نقوش كده على بدل ما هو خط، يعني يحط شوية نقوش ويحط كذا الحاجات دي بتقل، لان هو بيعمل حسابات عددهم كتير، في 500 واحدة، فبيعمل حسابات كتير جدا، فبتلاقي الجهاز تقيل معاك. بينما انت لو استخدمت حاجة فيها التفاصيل اللي انت محتاجها هتلاقي الموضوع بسيط. انما شفت انا واحدة كده، واحد عامل تحفة فنية جميلة جدا، بس في الشغل بتاعنا كده كده لما هتطبع هتطبع نقطة واحدة، مش هيخش في التفاصيل، مستحيل تشوفها اثناء الطباعة. الستاندرد، عملنا ستاندرد كويس جدا، اعتمدنا على الكود البريطاني، وفي بعض الاجزاء البسيطة اعتمدنا على الكود الامريكي. يعني حسينا ان في البريطاني مش واضحة، فاعتمدنا على الكود الامريكي وحطينا كود خاص بينا، بدأنا نعدل فيه ونشوف ايه المزايا وايه العيوب. يعني هو مثلا في ممكن كود يقول لك انت عندك 3 طرق، طب انا جربت واكتشفت ان الطريقة الاولى هي الانسب ليا، خلاص بركز انا على الطريقة الاولانية وبحط لها شرح وتفصيل. موضوع ال ال او دي، ببدا اظبط ال ال او دي، وما بقاش انا شغال مثلا هنا ولسه في اول مرحله واخش في ال او دي عميق شويه، ويعني كل لسه ببتدي وابدا احط تفاصيل، لان ممكن يحصل تعديلات فيبقى انا ضيعت وقت في التفاصيل وكده كده مش هحتاجها دلوقتي. ده ال او دي 100، مجرد بس انت ممكن تحط طول وعرض وارتفاع، مش هتحط التفاصيل كده. اللي او دي 200 بتبدا تحط تفاصيل اكتر. اللي او دي 300 اعتقد الصور معكوسه، يعني دي المفروض هنا اللي او دي 100، دي يقول دي 200، ده يقول دي، المفروض ان هنا في اللي او دي 100 تبقى تفاصيل قليله خالص، ممكن مجرد بس انت بتقول طول وارتفاع بدون ما تخش تفاصيل. اللي او دي 200 بتبدا تحط له تفاصيل اكتر، اللي هي ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت. ليفل اوف ديفلوبمنت بتساوي الليفل اوف ديتيل مع الليفل اوف انفورميشن، مع المعلومات. اللي ودي 400 ده حاجه تصلح للشوب درونج، ففيها كل التفاصيل وتحدد الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. اللي ودي 500 ده خلاص انت جبت المنتج وحطيته وبتبدا تشتغل عليه. دي قاعده اكتشفناها برضو من الشغل. ممكن وانت شغال تزنق في شغل، تمام، فتجيب ناس وتقول لهم خلال اسبوعين هنخلص، الناس دول ممكن يعطلوكوا اكتر، الناس دول لسه جايين فعايزين يفهموا المشروع، فياخدوا لهم اسبوعين على فهم المشروع. فلازم تكون مخطط من قبليها وعارف قبليها انت مزنوق ولا مش مزنوق. طب اقدر فعلا ان زنقت غصب عني؟ خلاص اجيب الناس دي واخليها تعمل لي الحاجات اللي مش اساسيه ومش محتاجه فهم، يعني يعملوا مثلا النوتيشن، الدايمنشن، الكتابات، انما ان هم يعملوا معايا في التصميم لا، هم لازم يفهموا جت منين وراحت فين، وهياخد لهم وقت. كل فتره بنعمل ميتنج، ولازم يكون معانا ناس من مختلف الاقسام، ولازم يكون ناس فاهمه الفور دي مثلا او فاهم الفكره، والعدد نفسه محددين. مثلا لو كل قسم جه مش هيبقى اجتماع، كل واحد يقول كلمه هتلاقي الموضوع باظ، فبمحددين الناس اللي هتحضر الاجتماع. ممكن الاجتماع ده مثلا هنتكلم على الكود فكان بيحضر 3 بس، ما هنتكلم عن حاجة تانية مثلا في الكلاش فبيحضر مثلا 5 6 معينين، وهكذا مخططين للاجتماع دوت.
الاوتوميتد اللي هي ان انا بستغل البرمجه في ان انا اوفر وقت، تمام؟ يعني ممكن اروح مثلا اعمل بالبرمجه اقول له وزع لي في الغرفه ديت ووصل لي وتاكد ان الكود مطبق مظبوط وما فيش مشاكل خالص وسلم المشروع. فموضوع البرمجه دوت بيوفر وقت كتير قوي. ممكن اقول له مثلا وزع لي الفاير فايتنج كل فوق كل عربيه مكان عربيه في الباركينج، وزع لي 2 تك 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 يروح موزع لي. فاحنا فعلا في المشروع ده، في المشروع ده تحديد استفدنا كتير قوي جدا جدا بالبرمجه، وخصوصا بالداينامو. كنت انا مثلا يطلب مني حاجه فحس انها تاخد وقت كتير فاروح اعملها برمجه، مثلا اعمل كرييت ل1000 شيت او ل1000 فيو، فبروح مبرمجها وخليه ياخد الاسامي مثلا من المعماري او ياخد او يعمل بعد ما عملت الفيو اقول له اعمل لي شتات بنفس الاسامي. فموضوع البرمجه ده، وهتلاقي كل شرح الحاجات دي موجوده بالتفصيل، سواء شرح الريفت، سواء شرح البيم، سواء شرح السستينابيلتي، سواء شرح البرمجه على بيم اريبيا على اليوتيوب. ده كان المحاضرة، ويعني اتشرفت ان انا حضرت المؤتمر دوت، واتمنى اكون الناس استفادت، وشكرا لكم.